السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة. مصر تطلب التحقيق في واقعة الاعتداء. طلب اتحاد الكرة المصري من الاتحاد الأفريقي الكاف بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الحكم المصري محمد معروف خلال قيادته لمواجهة نهضة بركات المغربي وأبو سليم الليبي في إياب دور الثمانية من كأس الكونغوفدرالية. وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنه يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراته أمام نهضة بركات المغربي بكأس الكونفدرالية. وطلب اتحاد الكرة المصري في خطابه بالتحقيق في واقعة الاعتداء مع التأكد على ثقة اتحاد الكرة المصري في الاتحاد الأفريقي فيما يخص حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، خاصة أن هذا الأمر لا يصلح أن يظهر في البطولات الكونغوفدرالية التي تعد إحدى أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.